السلام عليكم. النهارده 16/3 كده القناه بقى لها سنتين عامله معايا. احنا النهارده حوالي 731,000 مشترك، وعدنا 500 وكسور فيديوهات برده في القناه. هنعمل بقى النهارده بسبوسه في الصينيه الكبيره دي. دي عملنا فيها قبل كده عملت فيها قبل كده معاكم كنافه، وعملت فيها البيتزا برضو من كام يوم وانا عند امي بس لسه ما نزلتهاش. وهعمل النهارده بقى فيها البسبوسه بطريقه بسيطه جدا وسهله قوي، عشان خاطر لو واحده عندها عيد ميلاد، عندها اي حاجه عايزه تبتدي تاخد مقادير قد ايه. هنعملها مع بعض دلوقتي بطريقه سهله وبسيطه جدا ومن غير بيكنج باودر. والله وحياه ربنا من غير بيكنج باودر البسبوسه، اصل البسبوسه مش كيكه. ولافا لافا 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 لافا، ماشي. هي بطريقه بسيطه جدا وسهله قوي، وهقول لكم مقاديرها بالظبط، هخليكي استاذه فيها. وممكن بالمكسرات وممكن ساده وممكن بالقشطه زي ما احنا عايزين. هنعملها ساده النهارده، وهجيب جنبها قشطه نبقى اللي عايز يحط على الوش براحته. طريقتها بسيطه ومقاديرها بسيطه جدا وسهله قوي. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، واقول لكم البسبوسه هنعملها ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كوبايتين ونص سكر، تمام، وعندي كوبايه ونص سمنه بلدي، ومع فوقيهم معلقتين كمان، تمام، وكوبايه ونص لبن، وثلاث معالق كبار جوز هند، وممكن تشيلوها لو مش عايزين منها، وثلاث معالق عسل جلوكوز او عسل تقيل او كورن سيرب، تمام. انا هحط هنا كيلو وسميد، كيلو بحاله. دي المقادير بتاعتي. طبعا هفنش، عندي قشطه وعندي فستق. اللي حابب واللي مش عايز يحط ممكن تحطوا شوكولاته او كريم شانتيه زي ما تحبوا. الشربات بقى عندي كوبايتين ونص سكر وثلاث كوبايات ميه، بس انا معايرهم بالكوبايه اللي كنت بعاير بيها السمنه، فعشان كده تحسوا ان عليها دهون شويه. اول حاجه هنعملها الشربات. صلي على رسول الله. ماشي، ادي الميه اهي، نحط السكر عليها. بسم الله، نقلبهم. هياخدوا غلوة واحدة بس على البوتاجاز، غلوة واحدة بس، تمام، عشان خاطر الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف قوي وبارد، بيبقى مية بسكر كده. هنحط على البوتاجاز يغلي غلوة، وبعد كده نيجي نكمل مقاديرنا مع بعض. زي ما قلت لكم، دي الكوباية اللي انا عيلت بيها كل حاجة، تمام. بعدها لكم تاني، دي الكوباية اللي انا عيلت بيها، عشان بس هتسألوني في التعليقات انا عارفة. الصينية اهي فيها حتة سمنة، هدهنها بحتة السمنة كده، تمام. أول حاجة قول بسم الله الرحمن الرحيم، نحط السمنه دي هنا اهو. هاتي بالك حاجه انزل بيها السمنه. انا سيحت السمنه في الميكروويف اهي. بسم الله اهي، تبقى دافيه شويه. تمام كده اهو. اروح حط عليها بقى هنا ايه البتاع ده، الدقيق، واروح مقلباها يدوب اغطي الدقيق بالسمنه كده بس، ما نقعدش بقى نفعص ونهري فيها، لا، بسيطه كده من تحت لفوق كده. والدنيا زي المرجحه، يوم تحت وفوق. خلاص كده اهو، قلبته كويس هنا قوي. ليه؟ عشان خاطر لما بحط السمنه مع اللبن ونقعد نقلب، بتاخد تقليب كتير لحد السكر ما يدوب. هنحط السكر هنا. بسم الله، وادي عليها اللبن، لبن يكون دافي عشان خاطر يدوب السكر. وحط عليه عسل الجلوكوز او الشربات التقيل اهو، او شراب الذره. شربات التقيل اللي هو شربات الكنافه، عارفينه ده بيكون تقيل ده اهو. ادوهم بقى كويس، اقلب لحد السكر ما يدوب. بسم الله اهو. ممكن طبعا تمشيهم على النار شويه، بس انا عندي اللبن دافي، اقلبهم كويس قوي كده اهو. خلاص كده اهو، دوبت السكر وعسل الجلوكوز كويس قوي. اروح حاطه جوز الهند. بسم الله، تمام كده، اقلبها فيه برده كويس. تمام كده، هنروح بقى هنا عند الدقيق، نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو.
ونقلب كويس جدا، بس مش كتير يعني، ما نقعدش نقلب كده ونعجن، لا بالمعلقه كده او بايدك كده اهو، تمام، بحيث المقادير كلها تدخل في بعضها كده اهو. البسبوسه يا جماعه ما بتتقلبش كتير، المره الجايه ان شاء الله هعمل لكم البسبوسه المكرمله اللي هي بتبقى على السخن دي. كده شايفين كده اهو، قلبوها كويس ما تبقاش حته تقيله وحته خفيفه كده اهو، تمام كده جاهزه معانا اهي، كده تمام قوي كده، عنب قوي بس طلع على النبي، خلاص اهو نحطها بقى في الصينيه بتاعتها. عندنا الصينيه كويس قوي سمنه، عندنا الصينيه كويس قوي الخليط بتاع البسبوسه اهو، بسم الله اهو. ريحه السمنه بلدي حلوه قوي فيها، بسم الله تفضل في ديك كده تمام، متبقاش ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، خلي الامور الوسط. الفستق هيقع ب 400 جنيه مش لازم تاكلوها بفستق يعني، تمام. بعد ما الفلتر طبعا لازم الزع الصينيه كده قد 70 80 لزعه عشان تظبط معانا، عشان خاطر متبقاش حتة عالية وحتة واطية، تمام كده اهي، ارزعها كده ترزعتين، اغسل بس ايدي واجيلكم. خلاص اهي بسم الله، حطي فوطة تحتها عشان متسمعيش صوت اللزعة، والجيران تعرف ان انت عندك بسبوسة زي ما هيعرفوا يطلعوا ياكلوها مننا. شايفين كده اهو اتساوت اهي، بصوا سمكها اقل من نص نص العقلة بالظبط. بتحطي مكسرات، بتحطي في المرحله دي بترش بقى المكسرات اللي انت عايزها، اذا كان لوز بتسلقيه وتقشريه وترصيه، لو بندق بتقشريه بتحطي له عفر الدقيق عليه وتقشر شويه وتكسريه وترميه عليه، لو ساده تبقى زي ما هي كده. دخلها بقى الفرن وتحط على الصاجه من تحت لحد الجناب ما تحمر، اول الجناب ما تحمر بتولعي الشوايه عشان وشها يحمر، ما بتقعدش في الفرن اكتر من تلت ساعه بكتير قوي. اه يعني نخش نحطها في الفرن، خلاص اول ما طلعت من الفرن على طول اهي وهي سخنه، دي بس ما تروح الفرن بسم الله. نحط كل الشربات بتاعنا، هتاخده هتاخده ولو في زياده ولا حاجه هيدفع حوش. نسيبها بقى تشرب الشربات كله وارجع لكم بعد ما تخلص كله. بصوا اهي طبعا هتلاقوا حته لون ولون عشان خاطر الصينيه طبعا كبيره على الفرن، فكنت بلفها كل شويه كده تمام. شربت كل الشربات، بصوا سيبها تبرد شويه بعد كده نقطع منها. هعمل جزء بالنوتيلا وجزء بالقشطه اهو بسم الله، عشان هم العيال شطانين في النوتيلا. محدش ملك وندى، كفايه النوتيلا اللي مشتريها ب 70 جنيه ب 50 جنيه في كازيو، كفايه يا ماما 56 انا اللي مشتريها، مش حاجتك بعد اذنك، مين يزود؟ لازم اغلس عليها زي ما بتغلس عليا، انا اللي مشتريها ب 56. خليكم شاهدين على فكره بس، خليكم كلمه حق، هستنى تعليقاتكم. استناها فين ان شاء الله عشان استناكم معاكي بتغلس عليا كل ما اجي اصور الفيديو، انتوا سامعيني طبعا. ها ونصها رصيص، وانا هقفل الدولاب بتاع النهارده بالمفتاح. شوفي ليه ما انت قفلتيه، بصوا شايفين كده هون كده ايه هون، ما تاخديش تاني يا ماما كفايه بس خلاص. نعمل جزء نوتيلا كفايه كده، نوتيلا قشطه وجزء ساده تمام. اقعدي بكلش كلمه ده قد في حته والنبي، تمام كده كده كفايه نوتيلا، يبقى تلتي بالنوتيلا، ونعمل بقى القشطه حته كبيره عشان انا بحبها. هنا هحط القشطه هفردها كويس قوي عشان بس لسه دافيه برده، عشان ايه تبقى حلوه كده، عشان احنا بنحب القشطه داخله جواها.
هفرم بقى بقيت القشطه دي كلها على الجزء ده كده كله. بصوا حلو قوي. غطي بقى الجزء ده كله بالقشطه وارجع لكم تاني. انا ما بحبش القشطه على فكره. انا بحبها. طب هي في بيتي المفروض اكل منها، مش عايزه بالقشطه انا. خلاص يا جماعه كده خلصنا جزء بالنوتيلا وجزء بالفستق وجزء بالقشطه اهو زي ما قلت لكم، بس هي سايحه شويه عشان خاطر كانت لسه دافيه. بصوا حلو قوي وجميله قوي. بصوا طريه ازاي، نقطع بقى حته. انا اللي هدوق اول واحده، انا هاخد حته من هنا ادوق اول حته انا. بسم الله. انا في البيت عندي هناك في الزاويه عندي مقطع، هنا مش تخصيصي مقطع ب 8 جنيه. ما تجيبي لي مقطع بتاع ده ما بيشيلش، بتاع ده مايع كده. هاتي يا بنتي مقصوصه. واو سقفه 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 سقفه. بصوا ريحتها ريحه السمن البلدي حلوه قوي فيها. بصوا لا انا مش هدوكوا راي يا حبايبي غير لما ادوق. اصبري بس اصبري. مش دعوه بالحته. بصوا من جوه، بصوا وبصوا من تحت. هدوق كده بسم الله. اه دوق مع وشك. الله عايزه اقول لكم بصوا فظيعه. بصوا السمنه بلدي ايه حلوه. بصوا عايزه اقول لكم شوقت الضيوف من ساعتها قاعدين مستنينها. يا بقى بجد جربوها 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 للمرة المليون. جربوها بجد حلوة جدا. هتعجبكم قوي. بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. لما تيجي مرة تانية ما تقولش حاجة عن دمك. لا 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 بجد. والله العظيم بصوا حلوة قوي. خلاص احنا عايزين ناكل حد من بصوا يا جماعة. عشان البازوزة تنجح معاكم أول حاجة اعملوا الشربات، الشربات يتحط عليها. بصوا جايبين طبق غرفناها فيه. والتانية برضه على يمنا معاها الطبق. وفي طبق على يمنا اهو. ماشي؟ بس مواليد ماشي. عشان خاطر البازوزه تنجح معاكم اول حاجه الشربات تعملوه يبقى زي الميه، ميه كانه ميه بسكر مغليه، ما بيغليش كتير ويتحط الشربات ولا ساقع قوي ولا طري ولا سخن قوي، بيبقى دافي كده تمام، اللي هو زي دمعه العين وشويه كمان. المقادير زي ما قلت لكم ما تتخلطش كتير، وتحطوا زي ما قلت لكم. دي خدت بالظبط كيلو كيلو دقيق تمام. ده دي ساب من غير بيكنج باودر اهي، وحاجه كده قلاجه. مين عايز بالشوكولاته؟ انا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين عايز بالفستق؟ انا. وانتوا عايزين من ده ومن ده؟ انا عايزه بالقشطه. احنا عايزين بالقشطه. ماشي اشوفكم يا جماعه. وانا اول واحده. ماشي اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد بعد ما ناكل ربع ساعه بالظبط، واصور لكم شكل الصينيه هيبقى شكلها ايه. بعد ربع ساعه اهو يا جماعه. بصوا ده اللي فاض. اهو. بجد حلوه جدا. بصوا. طرية قوي. بصوا طرية جدا. تتحطي يا جماعة في الفرن لحد ما تتحمر الجناب، بعد كده تشغلي فوق تشغلي تحمري بالشواية تمام. درجة الحرارة بتبقى 180 او وسط. لو الفرن بتاعك عالي وبيحرق خليها في الرف اللي في النص، بس خلي بالك كده عشان لو قعدت في الفرن كتير هتنشف.